مرحبا من جديد. ننتقل لنقل فعاليات تقرير. أكثر من 160 ألف نسمة من السكان يعيشون في مخيم كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور. طال بقاء هؤلاء وغيرهم في معسكرات النزوح بدارفور، وتفاقمت أوضاعهم الإنسانية لفقدهم للخدمات الضرورية، وهم يأملون في تحقيق سلام مستدام بالبلاد ينهي معاناة هؤلاء. مراسل سودانية 24 الزميل حسن حامد زار معسكر كلمة الواقع بمحلية بليل في إطار احتفائية أعدت لتخريج 56 شابا وشابة في مجال الإسعافات الأولية الذي أقامته منظمة غاية للتنمية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني بجنوب دارفور، والتي برزت من خلالها حاجة النازحين للخدمات. إلى هناك نتابع سويا هذا التقرير. بهذه الرسائل برزت حاجة سكان مخيم كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور للخدمات الضرورية، وعلى رأسها المياه والصحة والتعليم. فأكثر من 160 ألف نسمة من السكان يعيشون هنا في هذا المخيم وسط معاناة متواصلة امتدت لحوالي 20 عاما في انتظار السلام المستدام الذي يرفع عنهم هذه المعاناة. نحن الليلة مبسوطين لأن الشباب ديل هم اللي يقدر يفيدونا ويقدر يساعدونا في داخل المعسكر، في كوارث اللي بتحصل داخل المعسكر. نحن لينا زمن يعني عشان نلقى ناس يجونا بطريقة زي ده. يعني نحن الليلة مبسوطين شديد، ونتمنى التدريب ما يقيف. نحن شباب، تشوفوا الشباب اللي هسه قاعدين ده نص شباب أطالة ما عندهم شغل ذات عشان يشتغلوا. لما نجي يدربهم نحن نقدر نوزو الشباب ديل في المستشفيات الداخلة هنا. نعاني من تدني بيئي كبير جدا بالمعسكر، ومن خلال هذا التخريج نحن بنحس لأنه الشباب ديل إن شاء الله حيقدموا لنا دورة كبيرة في إصحاح البيئة، وأيضا برضو حيكون في إضافة كبيرة في تغيير سلوك الناس من سلوك الخير الصحي إلى سلوك صحي سليم. فبرضو نطالب كل جهات منظمات الإنسانية العاملة في مجال الإنساني عشان يكون في تعاون كبير وتدخل كبير جدا لتغيير هذه التدني البيئي الموجود في المعسكر. منظمة قايا الوطنية والهلال الأحمر السوداني بالولاية التقوا هنا في مخيم كلمة من خلال شراكة تمكنوا عبرها من تدريب وتخريج عدد من شباب وشابات المخيم في مجال الإسعافات الأولية. استهدفنا 56 دارس بالتساوي من كل السناتر، و 50% من الشابات و 50% من الشباب. معسكر كلمة بيحتاج للكثير والكثير، وده يعني أنا من هنا يعني بهيب بكل المنظمات الوطنية في إنه معسكر كلمة يعني محتاج إنه الناس تجي وتخش تقدم الخدمات اللي ممكن تقدمها، وحتى لو بأضعف الإيمان. الدارسون من جانبهم عبروا عن امتنانهم للجهات المنفذة لكورس الإسعافات الأولية، وطالبوا بالمزيد لحاجة المخيم لسواعد الشباب في التصدي للكوارث الطبيعية وغيرها بهذا المخيم. نحن استفدنا كثير، الدكتور ما قصر ورانا إنه نحن كيف نسعف، لو لقينا الجرح نسعف الجرحة كيف من هنا إن شاء الله. وقدامنا برضو شنو خريف جاي، وفي شنو في بيرك وفي شواري، ده كلها بيكون شنو ملانة شنو موية. نحن محتاجين لشنو؟ محتاجين لكواريك، محتاجين لكناسات شنو النردين بيها. أطلب من المنظمات الطوعية إن توفر لنا بعد الحاجات عشان نحن بنقدر نعسف به مجتمعنا، لأنه نحن في المجتمع الحالي إنه محتاجين لكثرة من الحاجات، فنحن ما قادر نلقاها. فنحن بنسعف بقدر الإمكان بس، لكن بنطلب إنه إضافة حاجات إنه نسعف به مجتمعنا الحالي. رسائل وضعها قادة المعسكرات في بريد الجميع، علهم يجدون أذن ساقية لكسر حاجز العزلة التي وصفوها بالمصطنعة. أنا بشكر يعني أخواننا في القناة السودانية 24، يعني هم دائما صباقين في الإعلام إن شاء الله، وبرضو وصلونا إن شاء الله، شكرا جزيلا. إننا نحتاج الخدمات كثيرة من داخل معسكر كلمة، إننا الخدمات الهسي، الخدمات الصحية والعلاجية
164 ألف نسمة موجودين في داخل معسكر كلمة في المستوى السناتر. السناتر عندنا سناتر سنتر واحد لحد سنتر 8 دي العدد الكلي، وعدد المدارس عندنا 27 مدرسة أساسية، وعندنا مدرسة عندنا 13 مدرسة خاصة، وحسب موجودين إن شاء الله بجانب التعليم ده عندنا مشكلة كبيرة جدا لمرور بدا التعيين بدا المعلمات. نحن كمعسكرات أسو ما بننفصل من القرى والفرقان والمدن، ما أسو ما عندنا فرق لأن كلنا عرق واحد وقسمتنا ظروف. نحن موجودين هنا في داخل المعسكرات، وهم الناس الموجودين في داخل المدن والفرقان والقرى أيضا برضو محتاجين لخدمات مناشة المنظمات، وأيضا الدور بتاع الصحة إنه يقدم الخدمات لمواطنينه، على أساس إنه الناس يتركوا أكثر حاجة يعني المنافسة في كراسي بتاع السياسة يهتموا بالمواطن. وإما بالنسبة نحن كمعسكر كلمة ما عندنا كراهية مع أي إنسان أصلاً موجود في داخل السودان، لأننا نحن واعيين. وفي بعض الناس بدأوا بيقولوا إنه نحن قاعدين نقفل المعسكرات، الناس ما جايين وكده، وقاعدين نرفضوا عشان الناس يدخلوا وكده. أي إنسان يدعي بأنه معسكر كلمة ناس أصلاً ما دايرين عشان الناس يدخلوا، معناته هو بكون عنده، هو بكون شارك زمان في الجرائم في داخل القرى، وهو خايف لجرائمه، بيشوف إنه لو جاء على أساس إنه ناس ممكن يسألوه لكده. لكن ناس بيجوا هنا في السودان في دارفور وبيسألونا عن أوضاعنا، حتى ولو ما استطاعوا بتقديم الخدمات بيجي بيزورونا وبيكفروا علينا. من رأى ليس كمن سمع، فالحديث عن خطاب الكراهية التي يقوله البعض عن سكان مخيم كلمة ها هم قادته ينفون ذلك ويقولون إنهم نازحون متسامحون مع الجميع ويحتاجون للخدمات الإنسانية. حسن حامد، سودانية 24، من مخيم كلمة للنازحين، محلية بليل، ولاية جنوب دارفور.